شهدت وزيرة الثقافة إناس عبد الدايم حفل إعلان جوائز الدورة الرابعة والعشرين من المهرجان القومي للسينما المصرية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. بدأت فعاليات حفل الختام بعرض فني بعنوان باب الحلمة، ويدور حول تتابع أجيال السينمائيين وتطور صناعة السينما في مصر وما تتخر به السينما المصرية من كنوز فنية. أعقبه عرض فيلم تسجيلي عن وقائع المهرجان. السينما المصرية زي ما قال زميلنا باستمرار بتفاجئنا مفاجأة سارة، باستمرار بتقدم أسماء جديدة، والسنة دي عدد كبير من الأفلام الفائزة كلها أسماء جديدة وأسماء هيكون ليها مستقبل. طبعا دور المهرجان ودور وزارة الثقافة إنه يقف إلى جانب هذه الأسماء وإنه ينميها وإنه يشجعها.